بتتعمل ازاي؟ يعني الناس بتتجمع ازاي؟ بتقسموا الاكل ازاي؟ بتقسموا الترابيزات ازاي؟ يعني في قصه، الموضوع مش سهل ابدا. هي عباره عن خطه، احنا ماشيين بخطه. الاعلام بتاعنا ليه دور، المطبخ ليه دور. مؤسسه يا جماعه. مؤسسه. قال لك الاعلام بتاعنا والمطبخ. المطبخ ليه دور، الشوارع والتنظيم ليها دور. حضرتك لو تلاحظ مثلا في الصور هتلاقي مثلا اربع تلوان في الفلينات او التيشيرتات. فكل تيشيرت بيعبر عن حاجه هو هيعملها. يعني بنحاول حتى مقسمين الناس بلون اللبس عشان يتسهل على الناس تبقى عارفه. الميديا مختصه ب 15 رمضان. المطبخ مسؤول، مشرف، طيارين. احنا مقسمينها كده. طيب الميديا مختصه بينا، فريق الميديا هو بيقابل اي حد من السوشيال ميديا، بيقابلهم اي حد من احنا عارضين الخطه على الهوا دلوقتي. اهي فريق العمل والتقسيمه اللي انتوا عاملينها. الخطه كامله معروضه. الخطه كامله. ازاي انت تبتسم في وش اي حد، ازاي ان انت تبدا. احنا عملنا مراسم وبروتوكول كمان. ازاي انت لو اتعصبت بيجي مسؤول تاني بيقعدك على جنب، اقعد خمس دقائق لحد ما ترجع تاني، وبعدين يخش الشخصيات العامه، حد من الميديا بيفرقها. طبعا اتعصب هو مبدئيا يعني مقبول لانه في ضغط. ما هي العصبيه مش بتيجي ضغط في اول اليوم. طبعا كان عصبيه جامده طبعا، لان احنا كنا متوقعين رقم معين، لقينا نفسنا في ارقام اضعاف الارقام دي. طبعا ارقام جامده، ارقام جدا يعني. في وقت معين الفقرات، اغاني معينه بتشتغل في وقت معين، اهالينا في البيوت مهتمين جدا بوقت معين البالين هتنزل امتى، مين اللي هيقابل الشخصيات العامه، حتى الشوارع في المسؤولين، مسؤول عام ومسؤول خاص. مسؤول العام دول هم مثلا بيبقوا خمسه سته افراد، بيبقوا في تسع شوارع. احنا ابتدينا بشارع بقينا تسعه. طب الخاص مسؤول عن شارعه بس. حتى زي ما مصطفى قال التيشيرتات، كل تيشيرت ليه حاجه. كل حاجه. الابيض ميديا، الازرق مشرف، الاحمر والاورنج والاخضر تنفيذيين في الشوارع. دول تنفيذيين في الشوارع. طب الجماعه بتوع الميديا بيعملوا ايه؟ كل حاجه ممكن تتخيلها. بيبتدوا من امتى مثلا يتواصلوا مع الناس لا بص حضرتك، احنا التواصل عندنا او اي حاجه بتحصل بتحصل تاني. بتهيألي ان الميديا هي اللي بتجري عشان تتواصل معاك. بالظبط كده. صح كده؟ وتجهيزات العزومه نفسها او تجهيزات افطار رمضان نفسه احنا بنبداه من تاني يوم، بنشوف ايه اللي ممكن ننفذه بعد كده بعد سنه. يعني احنا مثلا نفسكم يومين ثلاثه كده تريحوا من المجهود. احنا عندنا في البيت عزومه بنقعد يومين ثلاثه. انت بتعملي معلش الناس عامله معلش استنيتي دلوقتي. لا بص عليك، هو الموضوع بيحصل ازاي؟ احنا بنشوف مثلا ان احنا ابتدينا كنا فين وبقينا فين، تمام؟ الحاجه بقى كده ان بتشوفها ايه هي السلبيات اللي قابلتنا في السنه اللي احنا موجودين فيها وممكن نتلافاها السنه الجايه. جميل. ايه الجديد اللي ممكن نعمله؟ يعني السنه دي مثلا احنا في ناس معانا برضو من منطقه وحبايبنا عملوا فكره ان احنا نعمل رسومات في الشارع. الرسومات كلها طبعا خاصه برمضان واللي كان بيحصل في رمضان، خصوصا الحاجات بتاع اللي كانت مشهوره في التلفزيون. زي مثلا برنامج فؤاد المهندس، برنامج وجو طمطم، الحاجات اللي معروفه في رمضان، الحاجات اللي احنا واحنا صغيرين كمان كنا عايشين معاها. فابتدينا ان احنا نرسم الحاجات دي على الجدران، تمام؟ دي برضو حاجه جديده حصلت السنه دي. وبرضو في حاجات تانية، حتى التخصصات. الاول كنا احنا مجموعه بنخدم على كل حاجه. الموضوع كبر مننا. الاول كان زي ما قلت لحضرتك بدانا ترابيزتين، بعد كده بقى شارع، بعد كده ثلاثه، بعدين اربعه. فمش بقول نفس المجموعه هي صح. هتخدم على كل ده. ففي ناس انضمت لينا، تمام؟ وكل اللي بينضم لينا بيبقى ليه دور معين بيعمله. النجاح يعني مش بسهوله، النجاح عايز ناس مسؤوله. ده الشعار بتاعنا. بالظبط كده. لان الموضوع لو فلت، بص حضرتك الموضوع لو فلت مننا احنا هنتضر. الموضوع لو فلت مننا احنا هنتضر. طبعا طبعا بكل تاكيد. استاذ مصطفى عمل الاكل نفسه، يعني هل انتوا برضو بتكملوا في مساله اللي عنده اكل في البيت ينزل بيه، ولا خلاص بقى عاملين مطبخ بقى وكله وفي تخصصات بقى وكله بيخرج من المطبخ؟ عاملين سيستم يعني شيف كامل بقى. عندنا مشويات. المشويات دي بتبدا من الشارع خلاص، مش تنفع تعملها في البيت. مظبوط. المحاشي يعني احنا نفسنا نعملها في الشارع، لكن امهاتنا طبعا صعب جدا. ازاي؟ احنا لازم نشارك وتبتدي توصي. اللي بتاخد 10 لا انا عايزها 15. محاربه بقى. احنا عايزين نعمل احسن حاجه، فبنخش في حاجات كتير جدا اللي هو عايزين نبدا. يلا يا جماعه المحشي هيجي لنا امتى؟ واحنا بنسهل عليهم كمان. يعني عندنا امهاتنا مثلا بيقوروا المحشي كله. ربنا يديهم الصحه. يعني عندي السنه دي مثلا من 600 ل 650 كيلو مثلا محشي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ارقام يعني ما شاء الله. لا وفي وجبات كمان كانت موجوده، وفي وجبات شويه قلت. يعني في وجبات كانت موجوده الاول معانا،
زي مثلا الاول كنا احنا معروفين محشي مع لحم البصل مع دجاج ورز. للاسف بقى لحم البصل السنه دي ما اتعملتش لان احنا كان كبير جدا ما كانش ينفع نغطيه بصراحه. فلجأنا للمحشي واللي هو وجبه شيش طاووق مع الرز مع والحاجه حتى نفسها في تجديد فيها. يعني ايه؟ الاول كنا بننزل اطباق عاديه، دلوقتي بقت الاطباق عباره عن اطباق متغطيه متغلفه جاهزه نازله على مكان ميعاد الفطور بالظبط.